ملف الانتخابات نناقشه مع عضو ائتلاف الناصر أحمد الوندي والذي ينضم إلينا من بغداد. بداية أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. إذن ما الذي يمكن أن يؤجل الانتخابات العراقية، وهل تتفق مع من يقول أن بعض القوى تخطط لإحداث فوضى تدفع الموعد إلى نيسان من العام المقبل؟ تفضل. في البداية تحية طيبة لجنابكم وأيضا لمشاهدي قناتكم الكريمة قناة يو تي في. يعني بالحقيقة اليوم الكثير من الكتل السياسية تشاركنا الرؤى بأن الانتخابات القادمة في تشرين هي الانتخابات المفصلية التي نحاول بترسيخ دعائم العملية الديمقراطية واستمرار هذا النظام السياسي على ما هو عليه، لكن من خلال خطوات إصلاحية. هذه الانتخابات جاءت بعدما أجلت للمرة الأولى في شهر السادس حزيران من قبل المفوضية، وببيان يصف بها الأمور بأنها تقنية وأن الموضوعات خارج إرادة المفوضية. اليوم المفوضية أكدت وبشكل كامل بأن لها الاستعداد لإجراء الانتخابات في شهر العاشر، وأيضا الحكومة العراقية أبدت استعدادها وخرج مرسوم جمهوري بهذا الصدد، وأيضا تم تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الوصول إلى عملية مراقبة أو عملية يعني استطلاع للانتخابات وكيف تجري هذه الانتخابات في الشهر العاشر. نحن نقول اليوم بأن أي تأجيل للانتخابات بعد هذا الشهر أو شهر العاشر يعني هذا سينعكس انعكاسا سلبيا على متبنيات الوضع الحالي هذا وعلى واضح مجرياته سيد أحمد. ولكن أن الانتخابات ما الذي يمكن أن يؤجل الانتخابات؟ هل ممكن أن إحداث فوضى ممكن يعني تؤجل هذه العملية برأيك؟ اليوم يجب أن نؤمن بأن ليست كل الأطراف هي أطراف وطنية. يجب أن نؤمن بأن هناك فعلا أطراف تحاول أن تؤجج من الوضع الحالي من أجل مصالح وأجندات خاصة، أو ربما أجندات يعني حتى قد لا تكون محلية، وهذا بالتأكيد هذا الأمر موجود. ولكن المسألة هي كيف يمكن ردع هذه الجهات من خلال إجراءات الحكومة نفسها، وأيضا من خلال إجراء أو تكاتف القوى السياسية الوطنية لهذا الصدد. نحن اليوم كقوى سياسية ندعم إجراء الانتخابات في موعدها الحالي في الشهر العاشر، باعتبار أن على الحكومة العراقية أمامها كثير من العوامل التي ممكن أن تساعد عملية إجراء هذه الانتخابات، ووضعنا شروط بهذا الصدد. فننتظر من الحكومة العراقية أنه كيف تتعامل مع هذه الموضوعات المختلفة. لكن أقول اليوم نعم، هناك فعلا هناك جهات ربما تحاول تأجيل الانتخابات، لكن اليوم علينا نحن أن يعني كقوة راغبة في إجراء الانتخابات تلبية لمطالب الشارع العراقي الذي خرج بمطالبة لإجراء انتخابات مبكرة أن نكون مستعدين وأن نقدم ما نستطيع من أجل إنجاح هذه العملية الانتخابية. طيب، وبالحديث عن الإقاعات والخلافة والتقاطعات، يعني كيف تفسر وجود تقاطعات في القوى السياسية؟ هناك من يرى بأنه يجب مواصلة التصعيد مع القوات الأمريكية، وهناك من يرى إيجاد تهدئة مع القوات الأمريكية. يعني بالتأكيد اليوم أي استهداف لمقر البعثات الدبلوماسية وأيضا مقر القواعد العراقية، اليوم كل القواعد الموجودة في العراقية بالأول والأخير قواعد عراقية، لكن تحتوي على بعض المستشارين الأمريكان أو تحتوي على بعض يعني جنود تحت مظلة التحالف الدولي. نحن نقول اليوم يجب أن يكون هناك حوار وطني يجمع كل الأطراف التي تمتلك رؤى مختلفة التي لها متبنيات الخاصة، وأن نجد هناك مساحة مشتركة ما بين هذه الأطراف من أجل الوصول إلى حل نهائي يتمثل بتقوية السيادة العراقية فوق كل المشكلات الموجودة اليوم في أرض يعني في أرض العراق. ونقول نحن اليوم أطلقنا مبادرة بهذا الصدد، أطلقنا المبادرة الوطنية أو الحوار الوطني من أجل لملمة أطراف كل من يحاول أن يكون له متبنيات بعيد عن المصلحة الوطنية، وأن نحاول أن نجد هذه المنطقة المشتركة. وقد دعينا الكثير من قادة الكتل السياسية وأيضا كل الأطراف المعنية بهذا الصدد. هذا فيما يخص دور ائتلاف النصر سيد أحمد. نعم. هذا فيما يخص ائتلاف النصر، كيف وجدتم رد الفعل الحكومي إذا هذا الوضع وهذه المعطيات كلها؟ الحكومة هي كانت لديها أيضا مبادرة بهذا الصدد، مبادرة الوطنية أو الحوار الوطني أو الحوار البناء التي دعت به مجمل الكتل السياسية من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة ونقاط حل بهذا الصدد. كان هناك تجاوب مع هذا الموضوع، لكن وضع شروط
بهذا الصدد، والشروط هي يعني الحكومة تحاول اليوم أن تتعامل مع هذه الشروط وأن تصل إلى نقطة نهاية ممكن أن تطبق بها هذه الشروط، لكن وفق المصلحة والسيادة الوطنية. اليوم نحن كجهة سياسية بالتأكيد رحبنا، ولهذا أطلقنا نحن مبادرتنا بهذا الصدد، وأن تكون هناك يعني استجابة من قبل القوى السياسية المتبقية يعني في أو الفرقاء السياسيين الموجودين اليوم في الساحة العراقية، وأن نحاول أن نقدم مشروع وطني فعلا حقيقي يليق بالسيادة العراقية ويقوي، من شأن أن يقوي السيادة العراقية، وخاصة يعني بعد الاستهدافات الأخيرة التي طالت السيادة من ناحية القصف ومن ناحية استهداف المقر، وهذا بالتأكيد يعني شيء مرفوض. واضح جدا. عضو ائتلاف النصر أحمد الوندي، شكرا جزيلا.